عمل في المويا في الحار شوفونا يا نظارة عمل في المويا في الحار شوفونا يا نظارة وجلنا شدة ديارة إنسان اللي حسارة جلنا شدة ديارة إنسان اللي حسارة قلب التعلينا اللعبة سلمنا ورمينا سلاحنا والحارة تشنعلى وننسى ننسى ما نزهي نسوانا تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة لا رحمة ولا عدالة وتاني شي صارنا 6 شهور عم يفرزوا يا رسول الله تقول هالبلد فيها 20 مليار يمكن وتالت شي انا ما خصني انه البلدية عاملة اضراب ولا حتى كميونة البلدية ما تعدد شو يعني نخلي البوبال تعبي بيتي الست هيفا وهمي طبعا وفي الرجال تكملها عندي واضحة ما فيها نقاش لك سلطان الطرب تامر حسني اكيد والموسيقار الكبير شمس الدين باشا يا عيني لكن هذا كان دوليتو يا اخي يا حسرة يا حسرة حبيبي قرب بصي زلمه ازحل نص حبيبي قرب ابو كارلوس شيل صاحبك عني ابو كارلوس صاحبك خسرني يا جماعه حركه فز قاعد ربحت الانتخابات وجاب 99.99% من النتائج النهائية. اي صحيح خليناهم ياخذوا حريتهم شوي لا بس يصيروا يشوفوا حالهم علينا الى هذا ما يصير لك انا سكت لك كثير جيجي سمعتي موني عني دايما شايفه معاكي تتنادي وتظني اني حلاويسه من هلا رح بدل السيستم معاكي ومن يوم ورايح الكلمة كلمتي والشورة شورتي فهمتي؟ شو؟ بتبكي؟ انت دي نوحي لكان نوحي في يمها روحي اخسي سابونا تشوف روحي ولاد اترك الباب محلول لك الشيطان يحضر وذهب بنت عمي شو راح تعملي؟ لا تخاف يا بعدي لا تخاف وينهم الصابونات اللي راح اغسلهم؟ وينهم؟ اي والله مفدلك يا والله عن فضلك بنت عمي شو بناولك طولي بالك بنت عمي والله مو شاني انا مش هناك البيبي بنت عمي والناس طالبة زيادات جيت لوم تعبر عمي ابو جيجي يا شومي عمال النظافة يخدموا وينظفوا ليل ونهار وتخلصوا فيه 800 دينار العباس شو بدك يلا قطع علم سلعتك الحاكم اجا قطع العباس العباس كتير كير من هون لك عمي طول بالك يا عمي البوليس طول بالك قديش من مره نبهنا عليكم عاد تنصبوا هون وانت داخل مني وخارج مني عاملين بالعالي ولا شو بالضبط ولك يا عمي البوليس وبعدين هذه اول مره انصب فيها وبعدين لك في خبزك مخلي ربي ولك عندي دبلوم في التاريخ لك وين تعبني نخدم في المريخ شيله هو سلعته نيويورك وغادي راح تخدم وتسيخ لك استنوا يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معي لك وخيار وفلفل لك طماطم وبصل يا عيني لو خضرة لك اخلط خوذة معيك اهلين عمو ابو بديس اهلين دعبس لك العمى الليل طاح وانت لساتك بتشتغل لك شو راح اعمل لك هات تشوف ندبر في راسي ولك كل مرة نبدل القلم وربي حرك اسبابها يكفيني من الدواء كم كيلو الفلفل؟ لك كيلو الفلفل من عندي لعند ابو بديس لك ب 320 دينار بس شو؟ 320 دينار؟ مو الصندوق الكيلو ايه الكيلو ما الخيار بكم؟ لك الخيار من عندي لابو بديس ب 325 دينار بس 325 دينار؟ وبتقول لي بس يا لطيف 7 لطاف من لطاف مخفية هيدي اسوام؟ حتى كان جات فرشكي انتو بعد الثورة صرتوا تزيدوا في الأسوام زي ما بتريدوا هيدي فوضى هيدي انفلات
لك طول بالك طول بالك عمو ابو بديس، وبعدين هيدي هي الأزواء مو كان عندي عمو ابو بديس، وما تنسى انه الفلاحين مغلينها علينا. صحيح، بس مو لهالدرجه مو لهالدرجه، هيدي اسواق ما ينجم يعيش بها الزوالي. شو ابني دعبس، اسمعني الله يرضى عليك، وزل لي كم كيلو على خيار على فلفل على بصل على طماطم، وعمل لي ارخص ثوم. لا تنسى انه بيك صاحبي وعشيري، وانه انت صاحب لي ابني بديس نور عيني. نسيت؟ يا استرجل استرجل دعبوس حبيبي، دعبوس ابني انا بيك. ايه لبيك ولامك، وبعدين هيدي هي الاسوام، والله حتى كان يجيني بابا ما بعرفه، لا يعني لا، حتى الخضره بالكتاف لك بريفيكس، هز ولا خلي. وبعدين انت قلت لي انه خضرتك مو فرشكي، خلاص روح اشتري من واحد تاني. ما الاسقوطيه يا جيعان، خلي روح اشتري من واحد تاني. يا الهي يا الهي، ان شاء الله تصدم عليك الشرطي ويكرفتوك انت وهالنصبه. شفت يا شو شو مين يا جو جو الشرطي، سبحان الله كلمه عليها ملك وكلمه عليها. شو اسمه السخطي؟ لا شيطان شيطان شيطان، لا المثل. بنت عمي؟ ايوه. هي اللي صرت ابرك شويه، وانت صار لك مده مريحه في الدار، هي روحي اعملي قصه في الدار وبعدين تعيي. لا عملولي تليفون قالوا لي انه المستثمر هز شلقاته ملقاته وراح على بلاده، يعني بالاخير الشركه سكرت ضربه واحده. اوه هلا صاروا 360 شركه مسكره. لك شو راح تعملي هلا؟ شو راح اعمل؟ راح حل الباب. يوه علينا، شو هاد شركات مسكرة وكياسات مسكرة، اللي عنده حجر طيشة. لك شو هالدنيا. تفضلوا تفضلوا يا شباب، يا أهلين وسهلين. شو أبو كارلوس شوية برد عملت فيك؟ معافى أبو كارلوس. والله عرضني الولد عصفور وقال لي إني أبو كارلوس مريض كتير في حالي، فشو جريبي ولا شو؟ جريبي وسكت. إلك بدني في حالة، لك شو إلك، جريش متحرق فيه، إسخانة تزفيه وتنفض، خشمي مسدود، إرسي راح يترشى ولا راح موت. إلا شو أبو كارلوس شو هالفال هاد، بكرة تتعافى وتطلع الجن. والله مو بس أنت يا أبو كارلوس، اشتر العباد كلات برونشيت خايبة خلاص بعد المطرة الأخيرة والفيضانات يلي هزت جميع الحارات، كل الناس مرضت فما حتى اللي هز هالواد. ايه لا صحيح، ولك انا ما غاضني كان البرنيه ام البرنيه. ولا اي والله، ولك فض علي هالواد، لا خلالها خرفان ولا دجاج، ولك البيت تبعها عم يعوم بالمي، ابعتوا له غواصه عسكريه، ومنعت من الموت باعجوبه. يا ولوسكم يا رجال يا جماعه، اي والله انا ساعتها كنت في حاره الارتعال، ولما شدت بعض اشعد سمرت سروالي شمرت سروالي وخذيت عمال، ايش شفت حوت انواع واشكال، الى حد ما سبعت فيها الحالي. لك ابو كارلوس، لك مين شاف الحوت انواع واشكال ولا؟ ايه انا وانا كمان يا ربي حني. شفت موجة فيضانات جاية من بعيد. ولي كارلوس التسونامي؟ ايه تسونامي، ولما قربت سكرت خشمي وعملت غطسة. اكتو دنكو لن اروحي في رقارة، وكما جيت شعوام راهي بلعتني. ام كارلوس لك قومي اعملي له كستيزان سخون وغلفة فيكس عشان ينقص التخلويف. ايه والله ام جيجي لك فكرتيني كنت ناسية. ايه لا مش الجوزك الابنك عشان طلعت له سخانة وبدأ يا اخوي يعطي. بيي يا ربي حني عديتني، يا ربي حني يا ربي حني. ايه عصفور اكسبريس بيان سيري في كاس مو في طاس. كارلوس شو احوال بيك، خير شي شويه؟ اي والله في حاله المسكين، خليته يشرب البرود وهلا راهو يضرب في النوم. ايه خليه يرتاح شويه امه. ايه بالعكس تعال ولك تعال
لمين دبوسة الماء؟ ومين طلب منك تجيبها أصلاً؟ عارفي وساني أي طاولة في التراس لازم تهبط دبوسة ماء ولك أوبليغاتوار. إلا حبيب قلبي، هي حكاية يحكيها الواحد أول مرة بيشيلك القهوة، وحكيها كمان الواحد دغفي لأنه مو من حقك تشربنا حكاية ما طلبتها، فهمت؟ أنا سانا ما بتحكي معايا، بنفذ الأوامر وبس. ولك بدلتونا القهوة لفازة وسكتنا على الفازة، وهلا تحب تشربونا بالسيف إلى أن شيع من الكيف. حلو. حبيب قلبي، حبيب قلبي، لو كان ما تشربهاش نحرش فيك إختي جيج. كارلوس شو بتعمل كارلوس؟ هاي عمل شو هالجران؟ ولك شلهوبي؟ لك عادي خبلتيني عيوني. شو بكي شلهوبي؟ يصار لك يومين مو عاجبتيني، دايما سرحانة ومنرفزة. شوفي فديت جيجي فديت لك انا شلهوبه يكركروني في القهوه يتمسخروا علي كيف ما يحبوا لك وهذا اخوكي ايه هاي لك قهرني ما حلتمه بكلمه اتشمت فيه ايه والله كرهت روحي انا ولك عم تحكي عن جد شلهوبه وليش ما قلتي لي ولك مين بيسترجي يا مخفي ايه لك هن واحد ولا اثنين خفت ليتكتروا علي اخذت القهوه وطلعت ولك تحكي بالرسمي وليش بقلتي لي؟ ولك مين بيسترجي يتمسخر عليكي؟ إيه لك هني واحد ولا اثنين؟ إيه خفت ليتقتلوا علي؟ أخذت القهوة وخرجت وعم موت من قهري أنا من البارحة عم غزل دخلاني والله إلى حد هون وبكفي إلك وصلت للمسخرة تعي لهون يا هوا أنا حاسة إنه في شي هون مو ظابط مع اللي هون لو ما كنت خايفة إنه ميسانسرو لك السيكانس كنت قلتلك إيه هذا من كارلوس يطلع منه الوحيد ها؟ تعي للي إيه ميلي ليقولوا مبيلي قومي لشوف يلا 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 يا لطيف ايه وبعدين شو اللي صار ابو بديس انا قلت كلمة عليها ملك وكلمة عليها الشيطان والجماعة هزوني معاهم وفرحوا بي وتطلع ايدي اللي ما ضربت ايه بس مو مبين عليك يعني لا هادهم جماعة مختصين هادو ما يتركوا اثار شو ابو كارلوس خلي شوية لهلا ايه لا الحمد لله رح فايقوا لا 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 خلي نايم لا تفايق ايدي خيلك مسكين والله غابني كتير ابو كارلوس تكلموا بالهداوة خليوها يفشخ النوم زي ما تنفخ بالعوم يا والله يعطيك العافية الافة يا ام بديس شو ابو بديس جبت له شوية ياغورت من اللي يحبه ما ابو كارلوس لا لا الافة ما فيها شيء المرضى الجاي ان شاء الله صحيح انه انا وام بديس كنا في المرشي ايه بس ما اشترينا ولا حاجة بتكون كعبة خيار الخضرة والغلة أسوامها نار والمياه المعدنية والحليب والغاز ما فماش تتصوري كيلو الفلفل ب 420 دينار شو 420 دي لك هاتي سيروا عرقات ابو كارلوس سافا هلا شوفي واش من سافا واش من سافا يا هلا امرأة تكثر لك شو هات اتغارة وقلنا متعودين ايه برد قلنا معليش لك تلوث وفضلات قلنا ما يسالش اشو فيضانات وثلج قلنا حاجة ربي لك شهرية هي وزيادة في النار لك شو هذه مني حرية لك هذا دمار ايه والله يا ابو كارلوس شو بدنا نقول شو بدنا نحكي ولك على مين على مين رح نلوم خرابة خلتها اللي سخانه ايه لك هاتي حربوشة هاتي حربوشة لقلبي ايه بعدين يا ربي حني يا ربي حني ولك ولك جيجي بنت عمي اهبتي شو بتعملي راكي انسان ايه كارلوس ايه لا تخليني طيح لك قدرك قدام المدام ايه هاي بنطوات قديمة ولا تدخل نفسك فيها العمى يا جماعة يا جماعة شلهوبي رح تحت تيندا
المقهى. ولك روح ولا دخل حالك وتخليني اغلط معك. روح بس هيدي هي انا لينا والحارتنا والجميع المقاهي. يا يا ولك واقفين تتفرجوا العمي وين الرجال. لك اهبطي يا بنت ربعك اهبطي والله ما خليتك تحيا البلاك. لو شو ما صار لك روح انت الرجال ولك روح ولك اهبطي عم اقول لك روح لابتلي فيك ولك روح. ولا راجل دابس ولا راجل هيدي الوطنية. والله لو كنت عارف انه شهوتك جات على هالدين ده كنت خليتك بدلتيها وما طلعت بها الفكره المجنونه البليده لك العمى. عمل في الوم يا في الحارة شوفونا يا نظارة. عمل في الوم يا في الحارة شوفونا يا نظارة. رجالنا شدة ديارة انسانا اللي حسارة. جلنا شدة ديارة انسانا اللي حسارة. قلب التعلينا اللعبة سلمنا ورمينا سلاحنا والحارة تشنع لو ننسى ننسى ما نزهي نسوانا. تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة. تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة. لا رحمة ولا عدالة. عنا رجال أبطال بالفرصة بيستنوا بالفرصة بيستنوا. نسواننا رجال رح ينتفضوا ويجنوا رح ينتفضوا ويجنوا. واللي فرح بالاثنين ظالم يا ويلو من الله ظالم يا ويلو من الله. بالعقل يداوي جروحك باليد باليد اصنع روحك والحرية قريبة تفوتك حتى حد ما يسمع صوتك. أحلي سمات ومطالب غلطونا الله غالب إشاعات ومكاسب. العالم فاتك وانت الظالم العالم فاتك وانت الظالم.